السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انه انا شلون القي برايم نمبر احنا اليوم راح نتعلم انه شلون نلقي البرايم نمبر طبعا هنا شو يقول هنا نسوي انه نحلل لحد ما نوصل للاعداد الأولية. ما هو العدد الاولي العدد الاولي اللي يقبل القسمة على على نفسه فقط فقط يعني مثلا هسه اثنين يقبل القسمة على شنو على واحد وعلى اثنين فقط هو اذا على واحد وعلى اثنين فمعناه هذا هو برايم نمبر تمام فهسه اجي مثلا اخذ الاكزامبل هذا اللي هو واو تعالون اكزامبل اكزامبل اه... مثلا 24 يقول لك يا بل برايم نمبر مالتهم ايش قد تجي تخلي ال 24 بالوسط وتجي تسوي تفرعين تمام تقول اصغر رقم بعد تبلش من اثنين نوب من ثلاثه نوب خمسه اثنين ثلاثه خمسه فاصغر رقم اثنين فدو يابا انه ال 24 اذا قسمته على اثنين جيل راح يطلع النتيجه فيعني او الاثنين في جيل يطلع 24 فهو اثنين انضرب في 12 فحللنا هسه هذا بعدين احلله لا ما يحتاج يعني هو وصلنا لل شنو العدد الاولي هسه هذا هسه هذا بقى لان 12 هم جايه من يعني هذا مو عدد اولي لحد ما نوصل العدد الاولي ال 12 جايه من ايش قد؟ جايه اثنين في 6 تمام؟ الستة اثنين وصلنا هسه الستة لا الستة جاية في جهة جاي. اثنين في ثلاثة لازم هسه يجي طالب يقول لي يا يابا انا هسه من وصل لك 12 ليش ما ضربت ثلاثة في أربعة؟ راح أقول لك غلط ليش محمد؟ لأنه أنا قلت لك تبلش من الأصغر إذا قبل هذا تسوي على هذا نوب يلا هذا إذا هذا ما قبل يلا هذا اتفقنا طلاب؟ فهسه هسه طلعت النتيجه هيش فاذا البريم مالته شنو؟ راح هنا تقول ويساوي فتقول يابا ال 24 شو يساوي؟ يساوي آه اثنين 2 زائد اثنين زائد اثنين زائد ثلاثة ليش؟ يعني هذن اللي بقى بالنهاية السهم هذن تمام؟ يعني ما مرتبط به شيء تمام يعني هذا من ثلاثة فيعني معناها جد اثنين أس ثلاثة زائد ثلاثة فإذا أربعة وعشرين راح يكون بهاي الطريقة زين إذا قلت لك مثلا ثلاثمية وستين ثلاثة آلاف وستمية عفوا وليس ثلاثمية وستين حتى نكبر الرقم فاس اول شيء اشوفه يقبل الاثنين اي اثنين في ايش قد 3600 راح يصير اه او احنا ايش ناخذ ايش رقم خلينا ناخذ 360 كافي 360 كافي وزايد 360 جايه من ايش قد جايه من اه 180 دي ليش لانه 2 في 180 راح تطلع فطلع بخاف هاي هسه شلون يعني اخطا اخاف ما تعرفون انت تقول اول شيء هسه تجي تاخذ هذا الرقم تمام 360 شو تقول تقول تقسيم 2 تمام شوف يقبل شوف 180 قبل قبل تكتب 180 اذا ما قبل تمسح الاثنين تقول 3 وتشوف ايش بيطلع الناتج فهسه تجي هذا بعد خلاص ما حلل هسه هذا شوف يقبل القسمه على 2 اول شيء على 2 فتقول 180 تقسيم 2 قبل 90 فقبل اقول 2 90 هم وصلنا لهنا فاشوف يابا ال 90 انت تقبل القسمه على 2 فاجي اجرب أقول 90 تقسيم اثنين قبل القسمه على اثنين، فقبل أقول اثنين في خمسه وأربعين، هسه أجي على أربعه خمسه أقول له يابا تقسيم اثنين كذا راح يطلع 22.5 أقول له لا ما يصير، يعني لازم يطلع يطلع عدد صحيح، أجي أجرب شنو؟ أجرب الثلاثه، لا قبل تروح على الخمسه ثلاثه، فأقول ثلاثه ثلاثه اه تقسيم اه خمسه وأربعين تقسيم ثلاثه راح يطلع 15، فأقول يابا صار ثلاثه في عشر هسه أجي عشر يقبل قسمة على اثنين؟ لا، يقبل قسمة على ثلاثة، ثلاثة في خمسة، تمام؟ ثلاثة في خمسة، فإذا ال 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 360 البريم شنو راح تقول؟ تقول شوف تقول اثنين كم اثنين؟ واحد اثنين ثلاثة، اثنين أس ثلاثة، زائد كم ثلاثة؟ ثلاثة اثنين فثلاثة أس اثنين، وكم خمسة؟ فخمسة وحدة أس واحد، تمام طلاب؟ لانه عرفنا انه طريقه البرايم نمبر بالتفصيل شنو نعطي برايم نمبر